مش اونلاين ولا لا؟ ما بعرف يعني معناته مش عارفين. لا احنا طيب. قلنا بالوايبو سالنا وفيه. لا عم نحكي عن اللس بس. لا انا سالت عن اللس. انت بصفتك تمثل الجمعيات في الجامعه عم بسالك مش بصفتك اسف. مش أوكي. انا ممثل مين سالم مثل؟ سالم. مين سالم الحوية. سالم اوكي عفوا. طيب احنا الان بهمنا نعرف شو البرامج اللي موجوده اونلاين في الوايبو وابلاغ سالم لتدريسها على مستوى العالم. اوكي غيره شو عندك ضل على الجدول؟ هدول تقريبا يعني اهم المواضيع او النشاطات اللي عملتها الجمعيات. وبالنسبه للعضويه بس في عنا اعضاء جدد. اي شفت شطب الاعضاء اللي انتهت عضويتهم. أوكي. وقبول الاعضاء الجدد حسب القوائم الموجوده. Corporate Initiative Task Force Green Paper. اشرحي لنا. هلا هذا في عنا رئيس منظمة براءة الترخيص المنتخب الجاي. اللي هو مين؟ من وين؟ تعرفي؟ ايوه. هو كيفن ناتشرب. كيفن ناتشرب. من وين هذا؟ من بنلوكس؟ بالضبط. هلا هم اسسوا فور تاسك فورسز. شو يعني كوربوريت انيشيتيف تاسك فورس جرين بيبر؟ شو جرين بيبر هلا هاي يعني بقصد مسوده؟ بالضبط. هم عاملين دراسه لتطوير العضويه في منظمه خبراء الترخيص وتطوير الادكيشن بروجرامز والاوتريتش بروجرامز بالمنظمه بحيث تستفيد منه الجمعيات الاعضاء. فبدأوا بتشكيل هاي التاسك فورسز وحطوا ايش الاهداف من كل طب احنا مين بيمثلنا فيها؟ هلا احنا هاي طالبين منا كاعضاء مجلس اداره كاعضاء كمدربين بالجمعيه يطلعوا على هاي. لا عم بحكي عن التاسك فورس مين بيمثلنا فيها؟ استاذ نبيل سلامه. نبيل سلامه. اوكي بالضبط. فاحنا بعتناها للممبرز ولاعضاء مجلس الاداره وحابين انهم يعني يعطونا الفيدباك تبعهم. هلا عم بيتوقعوا منا فيدباك قبل 1/8 على هاي المواضيع. حث نبيل سلامه على تقديم مشارك اقتراحاته في على فريق العمل المقترح وارسال تقرير للرئيس حول ذلك. كنت بتحكي عن برنامج ال معنا كمان دقيقتين عم نحكي عن برنامج الخبير. وين صرنا فيه؟ هلا برنامج خبير ضمن هاي تاسك فورسز عطينها لدكتور بجامعه هو ومجموعه. جاهز البرنامج ولا لا؟ جاهز وخرجنا اول فوج منه من شركه ادويه الحكمه. كم واحد؟ 10. عشرة. واخذوا ترخيص شهاده من الجمعيه الدوليه؟ لا من لس عرب كانتريز. هلا في عندهم امتحان السي ال بي ممكن ننسق لهم ياخذوا هذا الشهاده من لس انترناشونال. احنا بنحب دائما كل شهاداتنا تكون كو براندد يعني مع الشهاده الدوليه يعني تكون الشهادات اللي بتصدر دائما بالاشتراك مع المنظمة الدولية. هلا احنا صراحة عم نراسلهم كنا على اساس يعملوا الامتحانات عنا للسي ال بي بس هم بيحكوا انه في لهم مراكز اوريدي متفقين معاهم ناس بلبنان وناس بمصر كانه مراكز. فانا هذا هو انا اللي عم بتراسل معاهم على اساس انه يتقدم الامتحان عن طريق الجمعية. طلب من نبيل سلامة بإبلاغهم اعتراضنا على أن يكون أن تكون مراكز الامتحان في المنطقة العربية. أهلا وسهلا وألف مرحبا. نورت. تفضل تفضل أن تكون مراكز الامتحان إلا من في المنطقة العربية إلا من خلال الجمعية. Thank you.
وضرورة إلغاء أي ترتيبات أخرى. أوكي خلصنا. شكرا جزيلا معلمي. أهلا عمر بيت تفضل. احنا عندك نطلع فوق. خلص نطلع فوق لأنه العدد العدد أكبر. نطلع فوق مع علي شرفه على الطابق الرابع. خلصتي؟ خلينا أول بس نتأكد لأنه بدي مشان الله يخليك يا معلم. يلا حبيب بلش شوية سرعة الله يرضى عليك. اعتماد جدول الأعمال. اثنين اعتماد محضر الاجتماع السابق. ثلاثة اعتماد تقرير مدير المجمع إلا إذا طلع ملاحظات سنوردها. مش شايف أنا المالي لا مش على هاي مش بالجدول اللي قدامي. مش شايفها يمكن أنا غلطان بس مش موجودة على الجدول. مش موجودة على الجدول. طيب تقرير تقرير المالي تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير مدقق الحسابات. تقرير مدقق المستقل السادة اللجنة العربية المغربية 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 العربية المغربية 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 العمان الاتحادية لقد تقرر القوائم المالية المطبقة للمجمع العربي المغربية الفكرية والمكونة من قائمة المركز المالي تم في 31/1/2010 وقائمة نتائج الأعمال والتغير المفاد المعتبر به وقائمة التحقيقات المقصودة السنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى. مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفق المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية وتشتمل هذه المسؤولية على تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض قوائم مالية خالية من أخطاء جمهورية وإن كانت بسبب الغش أو الخطأ وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وعمل تحليلات محاسبية معقولة في ظل الظروف الخاصة. مسؤولية المدقق إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه القوائم المالية واستنادا لتحقيقنا لها. لقد قمنا بالتحقيق وفق المعايير الدولية للتطبيق أن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط ونفذ التطبيق بغرض التوصل إلى تأكيد المعقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. إن عملية التطبيق تتضمن القيام بإجراءات العثور على أدلة التطبيق حول المبالغ والإصلاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد تلك الإجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بأسباب وعدالة عرض القوائم المالية المنشأة وذلك لتصميم إجراءات التطبيق الملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية المنشأة كما لمدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقديم العامة لعرض القوائم المالية فيها في القضية أن لازم تتوقف حسب عليها كافية وملائمة
نقوله أساسا نعتمد عليه عند إضاءة أعضائي برأي لأن القوائم المالية تظهر بعدها من كافة اللواحي عفوا من كافة اللواحي الجوهرية المركز المالي المجمع العربي للمدينة الفيزية كمجموعة الدين كان الأول برعبه وأداه الوالد المقابل للمدينة الثانية 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 شكرا جزيلا. بموجب النتائج في عجز 26 ولا 26 زائد 7؟ 2010 لأنه 2010 في 7 مرحلة. 2010 بس في 7 ولا 5 فاهم بس مرحلة ولا مرحلة. يعني العجز الصافي الآن 26؟ لا 2010 7 تبقى 150 على راسي. احنا عم نحكي عن 11 هو عم بقرأ بعشرة بس انا بقرأ في 10 اوكي طيب اقرأ لنا 11 حتى نخلص مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المجمع العربي للملكية الفكرية ميرخ جمهورية ألمانيا الاتحادية لقد نقص القوائم المالية المرفقة للمجمع العربي للملكية الفكرية ميرخ جمهورية ألمانيا الاتحادية والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2011 وقائمة نتائج الأعمال والتغيرات في الفائض المحتفظ به وقائمة التصرفات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ومراقصة للسياسات المحاسبية العامة والإصلاحات الأخرى. مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتشتمل هذه المسؤولية على تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض بيانات مالية خالية من الأخطاء.